ما بين بوسعادة والجلفة في بلاصة إيزولي وبعيدة بزاف. شفنا الحاج ولادو عايشين حياة البادية، حياة ما نعرفهاش أنا ولا نتوما. الناس هادو ما يعرفوش معنى التعليم ولا الشغل، ولكن الحق يقال الناس هادو يتميزوا بالكرم. نخليكم تشوفوا هاد الجبال هادو لهم هنا كيما نقولوا حنا تلت الخالي. حبينا شفنا واحد ساكن من بعيد هكذايا، قلنا والله غير باركوريزيتي. تلاقينا مع الحاج عمي عبد القادر. عمي عبد القادر واش راك؟ لاباس على الخير. يعطيك الصحة، دير في بالك بلي عمي عبد القادر جينا قلنا له انا حابين نشوفوا المعيشة تاعك دوكا هو في تلت الخالي، كيفاش يشري، كيفاش قدر الله ولادو كيفاش يروحوا يقراوا. نحوسوا نستفسروا. قالنا كاين حاجة، شرط واحد، تحبوا تقعدوا معايا لازم تشربوا معايا قهوة. وصداروا يطيبونا القهوة يوزونا ناس بارك الله عليهم، ناس كرامة والنية صافي بليزير. حاج عبد القادر واش راك بابا؟ لا باس بخير الحمد لله، وجزا الحمد يا رب العالمين والشكر. اللهم جزا الحمد يا رب العالمين والنعمة. الحاج نسقسيك شحال عندك وانت انا؟ يا محمد اروح اطلق القهوة وجات الموت. ما انا عندي هنايا قلت لكم من البلا صالي هنايا من 76 وانا هنا. من 76؟ من 76 كيما كانت سيباني حي والعزوزه حيه ربي يرحمهم مات ربي يرحمه. من بعد قلت لك في 8 في 79 بنيت الديار هذون ونروح نصيف منا ومنا نتبع في الباكيطة. عندي دبايب سيد قطع تاع قلم المؤمنين نجيب من مطيح من في الباقيطة الأولاد. الوقت اللي نكمل الصيف نجي نرجع لي منها نستي هنا. كاين الأوقات اللي ربع هنا، كاين الأوقات اللي نروح نولي ربع في التل. اليوم راني نحوس باكر من القا في التل ما لقيتش الحق، هاني راني نمشي. الحاج شحال عندك مولاد؟ مولاد أنا الكبار عندي زوج، واحد راه مزوج وبولاده راح. يا حبيبي واحد راه متزوج عنده ولادو وراه بولادو. الله يبارك. واحد هاو معايا هاي ولا صاحب دبي راه ورا جاي. الله يبارك. الحاج ولادك اش كيقراو؟ ماهمش يقراو. على ما خليتهمش يقراو؟ عندي طفيله مهملها راه تقرا لتحت اللي عندها خالتها. هذون اللي هنا مقابليني ما لقيتش ونديهم للكل. واحد الله قال من واحد. كيما هدايا كيما دارواح وليدي ارواح واسمو؟ قول له محمد. محمد دارواح. محمد اليمين. محمد اليمين أرواح ما تخافش تبارك الله. كيما هدايا يقرا؟ ماهوش يقرا. ماهوش يقرا. الحاج على المكتب ما تسجلوش؟ ما كانش ما باهنا تلقوا يروح هيا. من نقل المدرسي هنا ما كانش. وراك بعيد هنا؟ ما يهزوش نخاف عليه ياكلوا كلاب ولا خوانا يدوه ولا هذه اللي خايف عليه. هذا السبب اللي ما باش يقرا ما باش نعملوا. والحياة هنا والفت هنا والفت خلاص من نهار اللي خلقت وانا هامل هكذا. من نهار اللي خلقتكم ولا 70 سنة هامل هكذا عايش هكذا وخلاص. ما هذا معاونك هذا الحمار؟ معاوني هو داير هو كي يسوق الكرس ولا نروح نجيب عليه شوية دقيق ولا نجيب. يعني انت هذا هو الكروسة ديالك؟ هذه الكروسة ديالي. يعني وهذا كيف رايح كات رايح وش يمشي وخلاص. هاي خلاص انت عين والجبال هنا والله انا تزبال هكا. نعم قلت لك الجبال هذه كامله هكذا كما هكذا من 6 من 76 اللي ما تحرك السطور هنا قعدت هي معلوم. كنت البيت شعر هنا ومن بعد شاد بيت شعر فيك واللي تبنيت ديال هذون. هي زعما قدر الله بعيد شهر واحد مضالي مرض ولا كيفاش داوي؟ اه كاينين الناس رجال كما حال المصنتين نلقى لهم بالتليفون يكون عندي. يجوني صح. بعيد عليك هنا كلش؟ ما بعيد شويه بصح من لكم ناحيه كثره المواصلات وكثره الكراس سما ما بعدش الحال. والديابه كاين هنا الفوق؟ ما كانش الوقت مره حتى الديابه راحت منه. ديابا راحت؟ راحت والو ما تلقاش كاع هنا فيه طول. الحاج حبيت نسقسيك يا بابا، قدر الله محال انت تسكن في باطيمه ولا ما تقدرش؟ ما تسكنش ما تقدرش والو حتى اللي قدر عليا رب العالمين روح المسميين بي والشيخ والعزوز ربي يرحمه ما شاء الله. يعني ما يعطولك فيلا هاي نقولوا يعطيك فيلا؟ لا لك يعطيني فيلا واحد يقول لك هاي عندك باطيمه كامله ليك. ما نجيش ما تقدرش ما نقدرش ما نقدرش نعيش فيها والو.
ولفت الجبال البادية هكذا. هاي كانوا مالف هكذا. مالف بها طيلك هكذا. الله يبارك الحاج. الله يبارك لك. ساعة من يجيني لله في سبيل الله كضيف ربي نعشيه ولا نقديه والحمد لله يا رب العالمين. الله يحفظك يا باب. ونخدم بعرق الجبين انا وليدي ناكل في خبز الحلال بعرق الجبين. هذا جب يا ربي هاد الزوج هادو مهربين هادو ما الله من الفوق. هذوك راهو كاعرفهم ولادهم جابوا سقرا لما مدهم. والله الخلوي انا يا خويا والله نقول لك حاجه والله غير نحب نعيش هاد المعيشه والله غير نحب نعيش هاد المعيشه اللي نحبها امنوني بالله. ها هاي المعيشه كوخ معيز كباش جيجان عتارس